اللي راح تشوفوه اليوم بهذا الفيديو شيء جدا مرعب. إذا قلبكم ضعيف ما تتفرجوا على الفيديو. كنت قاعدة بغرفتي عم بدرس وميدو لبس وقال لي أنا طالع مع رفقاتي شوي ويمكن أتأخر، فكر ما هيك ما تنطريني، وقال لي ما تنسي تطفي كل ضوء البيت قبل ما تنامي ونامي بكير لأنه بكرة عندك مدرسة. فقلت له تمام. فميدو طلع وأخذ السبادرين ولبس بإجره لحتى يطلع من البيت، وكان الوضع جدا هادي لحد ما ميدو لبس بإجره وفتح الباب وطلع برا البيت، وهون بلشت المفاجآت. سكر ميدو الباب وأنا كنت جوا بعدني عم بدرس، وكان الجو كتير هدوء لحد ما سمعت صوت جاي من الحمام كأنه حدا عم يحرك شي بالحمام. فقلت بقول دخل لعنا شي فار أو شي، فخفت كتير وفتت لحتى شوف شو في بالحمام. شغلت الضو وطلعت وما لقيت أي شي بالحمام، فاستغربت كتير ورجعت طفيت الضو وسكرت الباب ورحت لحتى أشرب مي وبعدين روح كمل دراستي. واخدت الكباية وبلشت عبيها مي، وكنت ناطرتها لحتى تتعبى، وبعدين اخدت الكباية وبلشت اشرب المي. بس مش هون الصدمة. الصدمة وانا راجعة وكنت رايحة اكمل دراستي، وفجأة وانا عم بقعد رجعت سمعت الصوت مرة تانية جاي من الحمام. فانا استغربت اكتر وفتت بسرعة وانا منزعجة ومعصبة، طلعت حوالي وكمان ما لقيت اي شي، فكمان رجعت سكرت الباب وحسيت انه في حدا عم يعمل معي مقلب او شي. ففتت بسرعة على غرفتي وحتى كمل دراستي وما همني الموضوع ابدا، بس رجعت سمعت الصوت مرة تانية وهون عصبت اكتر واكتر وما عاد اعرف شو لازم اعمل. فتت بسرعة فتحت الباب وطلعت مرة تانية وما لقيت شي، فدخلت على الحمام اكتر وما لقيت اي شي. وانا طالعة في حدا سحبني لجوا، وبعد مرور 3 ساعات رجع ميدو على البيت وكان فايت لحتى يشوف وين انا، وبعدين اطلع ولقاني وقعاني على الارض. فركت بسرعة لعندي وصار يفيقني ويقول لي جنى قومي شو صاير معك. فهون كانت الصدمة الكبيرة انه انا كنت فاقدة الذاكرة وماني متذكرة اي شي، وقلت له ما بعرف يمكن وقعت، ما صلي زمان، صلي 5 دقايق فايت على الحمام اصلا. فقومني وطلعني من الحمام ونحن طالعين، قلت له انت ليش جيت بسرعة؟ يعني انا ما جيت بسرعة، انا صلي 3 ساعات رايح. فقلت له كيف 3 ساعات؟ صلك 5 دقايق، انت قلت لي رحت وبعد ما رحت ورجعت لقيتني هيك. فقال لي مش مزبوط، انا صليت 3 ساعات برا البيت ورجعت لقيتك هيك، انت صلي 3 ساعات دايخة. قلت له كيف صليت 3 ساعات دايخة؟ مش معقول. قام طلع قال لي شوفي الساعة قديش صارت، صارت الساعة 1 بالليل. قلت له كيف يعني 1 بالليل؟ بعدين انت ليش هيك لابس؟ ليش مغير ثيابك؟ انت ما كنت لابس هدول الثياب. فهون لاحظت عليه انه توتر وما عاد يعرف شو بده يقول لي، فقال لي انه انا توسخوا ثيابي وغيرتهم عند رفيقي ولبست هدول الثياب. فانا هون كنت مصدقته ومش مصدقته بنفس الوقت، وحاول يغير الموضوع ويقول لي خلص روحي نامي انت لانه بكره عندك مدرسة. فانا من صدمتي من الشغلات اللي صارت ما ركزت هذا الموضوع وقلت له ما بعرف، خلص خليني روح نام احسن. فقال لي يلا فوتي نامي وانا بدي روح اطلع على البرندة ادخن سيجارة وبعدين ارجع لعندك، خدي تليفونك وانا رايح على البرندة وانتبهي على حالك وبس صار شي عيطيلي. فقلت له تمام. فهون كان عم يحاول يهديني وقال لي ممكن انت كنتي نايمة وفقتي ما كنتي حاسة حالك ورجعتي نمتي بالحمام، وكان عم بيحاول يعطي طاقة ايجابية ويحسسني انه ما صار شي وكل شي طبيعي وهو رايح لحتى يدخن. فجأة صارت الصدمة الكبيرة، وبنفس اللحظة اللي اختفى فيها الباب بلش ينفتح. فأنا هون سمعت صوت الباب وصرخت لميدو يروح يفتح الباب يشوف مين موجود، فما كان عم بيرد علي. فأنا استغربت إنه ميدو ليش ما عم يرد، طلعت وصرت صرخ له وينك ميدو ليش ما عم ترد، طلعت وما لقيت حدا أبدا على البرندة. وهون استغربت ورحت لحتى أشوف مين جاي من برا، وأنا رايحة هون كانت الصدمة الكبيرة، كان ميدو واقف قدامي بغير تياب وبغير شكل وراجع على البيت من اول وجديد. وهون بلشت الاحداث براسي تدخل ببعضها، وقلت له انت وين كنت وكيف صرت وشو اللي صار وامتى رحت وامتى جيت. فهو كان مستغرب اكثر مني اصلا وعم يقول لي وين رحت، ما انا رحت لما قلت لك اني رايح وهلا رجعت. قلت له كيف ما انت رجعت وكنت مغير ثيابك وشفتني دايخه وقومتني وبعدين رحت اتدخن وتركتني لوحدي وبعدين ما لقيتك وبعدين هلا رجعت، شو اللي صار؟ شو اللي عم بيصير؟ بس فهمني شو اللي عم بيصير. فقال لي روقي روقي حاج تحكي حكي فاضي، ما رجعت ولا شيء، امتى رجعت؟ انا هلا رجعت. قلت له انت كنت مغير ثيابك ولبس غير ثياب. قال لي انا ما بغير ثياب، ليش بدي غير ثيابك؟ انا قلي بالعاده غير ثيابي. فهون اخذ الموضوع بمسخره وقال لي جنى انت ممكن نايمه وعم تهلبسي وفايقه وعم تحكي بنومك. فقلت له ميدو مستحيل هذا الشيء اللي عم بيصير. قال لي يلا رجعي 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 على الفرشه نامي. وهون كان ميدو مستغرب مفكرني انه انا عن جد عم احكي بنومي، فقال لي يلا كملي نومتك وبكره بس تفيقي رح اقعد اضحك عليك وخبرك شو كنتي عم تحكي وانت نايمه. فقلت له انا مش نايمه ميدو، انا فايقه، شو بك ما عم تصدقني؟ انا فايقه وعم بحكي كل شيء شفته بالحقيقه. فضل مش مصدقني وعم يتمسخر علي وعم بيقول لي يلا روحي نامي احسن. فهو فات، هون كانت الصدمة، فوتوا على الانستغرام بحيث تعرفوا شو شاف.